أعلن عن فوز الجنرال السابق محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية النيجيرية، متقدما على منافسه الرئيس المنتهي ولايته جودلاك جوناثان بحوالي 2 مليون صوت. بخاري المرشح عن المؤتمر التقدمي حزب المعارضة الأبرز في نيجيريا أعلن عن عزمه مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا أغنى دول إفريقيا. جودلاك جوناثان المنتهي ولايته اعترف بالهزيمة وهنأ الرئيس الجديد. هي المرة الأولى التي يصل فيها رئيس من المعارضة بانتخابات ديمقراطية. الانتخابات تأتي في ظرف حرج إذ تجد السلطات المحلية صعوبة في وضع حد لهجمات جماعة بوكو حرام التي تطالب بإرساء دولة إسلامية. الجنرال السابق صرح الاثنين بقوله: نظرا لكوني رجلا عسكريا أعتقد أننا سنتمكن من استعادة معنويات الجيش النيجيري وقوات حفظ الأمن بسرعة من خلال التزود بالأسلحة وإعادة التدريب والتنظيم، الأمر في غاية الأهمية. المحال التجارية في بعض المدن أغلقت أبوابها تحسبا من اندلاع أعمال عنف على غرار ما حصل في انتخابات 2011 في مدينة كادونا ذات الأغلبية المسلمة والتي تعتبر أحد معاقل الرئيس الجديد.